هذا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا إخبار عن الشيطان، الرسول أخبر أن الشيطان أيس، وليس معناه أنه لا يحصل في جزيرة العرب شرك. حصل الشرك في جزيرة العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، عبدت القبور والأضرحة. الحديث ليس معناه أنه ما يحدث في جزيرة العرب شرك، معناه أن الشيطان أيس، هو اللي أيس لما رأى قوة الإسلام ورأى قوة المسلمين أيس لعنه الله، ولكن ليس معناه أنه ما يحصل بعد ذلك شرك، حصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله؟ هؤلاء مشركون وهم في جزيرة العرب. جزيرة العرب ما تعصمهم، ما يعصمهم إلا الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة ومعرفة التوحيد والعمل به، معرفة الشرك واجتنابه، هذا اللي يعصم الإنسان. أما مجرد كونه بجزيرة العرب هذا ما يعصمه من الشرك.